تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هاشتاغ سبورت. نحن معكم في حلقة أسبوعية كل ثلاثاء الثامنة مساء بتوقيت السعودية، نتواصل معكم من خلال حسابنا على تويتر هاشتاغ سبورت ناو. نبدأ الحلقة مع أبرز العناوين. برشلونة يتسلح بالتاريخ لعبور تشيلسي في قمة كروية في دوري أبطال أوروبا. قبضة بايرن ميونخ القوية تضعف أندية الدوري الألماني، فهل من منقذ للبوندسليغا؟ والعرب ينهضون في كرة القدم، فأين هي كرة السلة؟ ابقوا معنا. أهلا بكم. تتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى ملعب ستانفورد بريدج مساء الثلاثاء لمتابعة قمة ثم نهائي دوري أبطال أوروبا الأولى بين تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني. ربما تصب الترشيحات هنا لمصلحة متصدر الليغا على خلفية نتائجه الإيجابية بدوره، يحل بشكتاش التركي ضيفا على العملاق البافاري بايرن ميونخ. إشبيليا الإسباني سيصطدم بمانشستر يونايتد الإنجليزي في موقعة نارية، في حين يسعى روما الإيطالي للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب لمستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني. يشاركني في هذه الحلقة نقاش الصحفي الرياضي منقذ الدباغ. أهلا بك معنا منقذ في هذه الحلقة من هاشتاغ سبورت. نبدأ مع مباراة برشلونة طبعا التي يستضيفه تشيلسي فيها. هل غامر فالفيردي بآخر مباراة أمام إيبار في الدوري الإسباني وأشرك التشكيلة الأساسية؟ هل دخل في باب المغامرة في هذا الأمر؟ أول شيء أهلين أحمد، يعطيك العافية يا رب. هلا اتوقع غامر طبعا اكيد، هو اتوقع انه هو كان داخل المباراه عشان يحسم المباراه بحوالي 30 دقيقه، من 20 ل 30 دقيقه يكون حاسم المباراه. ما كان متوقع انه يلاقي مباراه صعبه، ملعب صغير، جمهور قريب، يعني حتى بعد الطرد، مع انه طرد اللاعب ايبار بدقيقه 66، في عندك حوالي 20 دقيقه لسه عم تلعب فيهم، حتى بعد او حوالي اكثر حتى من 20 دقيقه بعد الطرد، برشلونه ما كثير استفاد من الطرد وعامل النقص العددي. ظلت المباراة صعبة عليهم. يعني تخيل أحمد معي أنه إيبار سدد 13 شوطة على المرمى، برشلونة سدد 10 بس، هي بعد الطرد. تخيل أنه مثلا برشلونة عمل 5 عرضيات، إيبار عمل 30 عرضية. كانت مباراة كتير صعبة. هو ما كان بده يغامر، ما أتوقع كان بده يخسر نقاط أكثر من هيك. فارق النقاط بدأ يتقلص بينه وبين أتلتيكو مدريد، وحتى بين ريال مدريد بالمباراة المنقوصة. أتوقع أنه هو كان حريص أنه ما يخسر أي نقاط إضافية، وهذا اللي خلاه يلعب بالتشكيله الاساسيه. نعم، وما خلاه مثل ما بيقولوا يعمل المداوره بهي المباراه. القطب الثاني في المباراه تشيلسي، هو يعاني من اول الموسم في الدوري الانجليزي. هل نشهد استفاقه لتشيلسي في دوري ابطال اوروبا في هذه المباراه؟ هلا تشيلسي اتوقع انه هو استفاق بعد خسارتين كانوا قاسيات جدا. عم نحكي عن مجموع خساره بمجموع مباراتين حوالي 7، بدفاع معروف عنه الباص. فتخيل انت هذا الدفاع الباص يخسر 7 اهداف في مباريتين. استفاق اتوقع باخر مباريتين اللي لعبهم تشيلسي، وسجل كمان 7 اهداف بكلين شيت، او اتوقع يمكن مباراه اجى عليه فيها هدف، او لا المباريتين الاخيرات كانوا كلين شيت. فهو استفاق اصلا، هو ما حيستنى هلا برشلونه عشان يستفق في المباراه. حتكون مباراه كثير صعبه على الناديين، يعني بس اللي حيهجم بالبدايه اتوقع تشيلسي كون المباراة على أرضه، فحريص أنه هو يطلع بأي نتيجة إيجابية قدام برشلونة ويحرم برشلونة وأن لا يتلقى أهداف طبعا. أكيد طبعا، هذا بس أتوقع الموضوع صعب. نعم، ما يتلقى أهداف حيكون صعب. الأزمة التي يمر بها نجم برشلونة ميسي، حتى الآن لم يسجل منذ 4 مباريات، ربما مشكلة تهديفية تواجهه، لكن يصنع الأهداف ويصنع الفرص. هل سنشهد عودة ميسي في هذا اللقاء؟ يعني عودنا ميسي أنه أصلا بالمباريات الكبيرة ممكن هو هون بيظهر المعدن الأصلي تبع ميسي. مشكلة ميسي أتوقع أحمد، حتى لو ما سجل مثل ما أنت حكيت، بأسوأ أحوال ميسي بيعرف يمرر، بيصنع لعب، بيرجع لورا وبياخذ كرة وبيخلي اللاعبين اللي عم يراقبوه يرجعوا معاه، وبيفضي لسواريز، باولينو، كوتينيو بالدوري، فبيفضي لعب. ميسي بأسوأ أحواله هو ممرر منيح. مشكلة ميسي الكبرى بهي، ما بعرف إذا بتتفق معي أحمد فيها، إنه صار عم تنقطع معه الكرات بنصف الملعب بشكل كثيف، تمريرات خاطئة، أو ماشي بنحكيها عن ميسي شوي هلا، انه صار في فلسفه شوي باللعب،
لدرجه انه بتنقطع من الكره وبتيجي هجمه كثير خطيره على 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 برشلونه. عم نحكي على اخر موسمين تقريبا، وهذا الموسم بالنصف الثاني من الموسم صارت كثير، واخرها قدام ايبار. مشكله ميسي اتوقع الحقيقيه انه هو اذا مو غيابه التهديفي غيابه التكتيكي. طيب نتحول الى المباراه الاخرى، بايرن ميونخ وبشكتاش التركي، ربما لقاء سهل نوعا ما على البايرن. المشكله مو بالبشكتاش، المشكله بالبايرن نفسه عم بيعاني الان بايجاد مدرب بديل. هي الاجواء بتعمل مشكله مع اللعيبه والمدرب، ايضا كمان عم بيعاني لا يوجد خط تكتيكي واضح. عليك نور، من غوارديولا بعدين انشيلوتي ورجع هاينكس، هلا ما في مثل ما انت حكيت ما في خط تكتيكي واضح، زائد انه سوق الانتقالات ما كان كثير قوي. يعني اذا استبعدنا شوي خاميس، هو احسن يمكن صفقه انتقاليه اخيره، باقي الصفقات كانت مو مفهومه. واتوقع بتنصب بسؤال بموضوع انه الدوري الالماني اصلا صاير عم بيصير توم وجيري اصلا. رح نتكلم على الدوري الالماني لاحقا. نعم. في مباراه مانشستر يونايتد واشبيليا، ربما مستوى متقارب جدا، اكثر مباراه متوازيه في المستوى. هل سيستطيع مورينيو ان ينتصر؟ اتوقع مضمونه لمانشستر، والله اعلم. اشبيليا مو كثير هذا الموسم، صح اوروبيا عم بيحقق نتائج، لكن اتوقع لما يلعب قدام الكبار مثل مانشستر، ما اتوقع حيكون في نتائج كثير قويه. اللهم اللي حيلعب بصالح اشبيليا انه مورينيو حيلعب قدام تشيلسي بعده على طول، وقبل ما يلعب مع اشبيليا مباراه الاياب حيلعب مع ليفربول، فحيكون عنده مواجهتين كثير صعبين قبل وبعد، واكيد مورينيو حيفكر فيهم. الدوري ودوري الابطال، الموازنه بينهم عند مانشستر يونايتد بهذا الموسم حيكون كثير صعب، خاصه ان الفريق يشهد بعض التجاذب بين مورينيو وبوجبا الان، الذي اعلن مرارا انه يريد ان ينتقل الان ويخرج من مانشستر يونايتد. يعني هو عم اتوقع اللي فجر هاي الفقاعه اكثر من بوجبا هو مورينيو نفسه، حبه للشهره وحب النزاعات وحب خلق هاي الاجواء، عشان ما بعرف اذا هو هدفه تحميس اللاعبين، ما بعرف اذا هو هدفه عشان او يورجي اللاعبين انه انا حتى بوجبا مثل ما بيقولوا بعنا بالعربي انه انا مو شايفه. نعم. هي مشكلة طبعا، لأنه ممكن يخسر فيها روح الفريق كله من هون لنهاية الموسم. هلا بوجبا ما أتوقع ينتقل، لأنه مانشستر دفع فيه مبلغ خيالي لما جابه، ما أتوقع يخليه ينتقل بس عشان تغيير مراكز لعب. أتوقع حتوصل لمرحلة كونه بوجبا احترافي ومورينيو بالآخر احترافي، يوصل لمرحلة أنه يقدروا ينسجموا مع بعض مرة ثانية مثل ما بدأ بوجبا بأول الموسم، كان كثير ممتاز. اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير، مشاهدينا فاصل ونواصل هاشتاغ سبورت، أرجو أن تبقوا معنا. هاشتاغ سبورت، أهلا بكم من جديد، أرحب أيضا بمستمعي إذاعتنا على راديو الآن أف أم. الدوري الألماني أو الدوري البافاري إن صحت العبارة نسبة لفريق بايرن ميونخ. الدوري الألماني أصبح محتكرا من قبل النادي البافاري، فلو عدنا لآخر 20 عام من البوندسليغا نلاحظ أن البايرن قد فاز ب13 لقب. هذا رقم كبير جدا يوضح مدى الفجوة الكبيرة الموجودة بين البايرن وبقية الفرق المنافسة، إذ بات بايرن ميونخ من دون منافس على الصعيد المحلي. هذا ما يضر بالفريق البافاري وبقية الفرق، فغياب المنافسة في الدوري دائما ما له أثار أجنبية على الدوري الأبطال. منقذ، أهلا بك من جديد. إدارة بايرن ميونخ متهمة دائما باستثمار مواردها المالية الضخمة لأخذ الأسماء الكبيرة من الفرق المنافسة في الدوري الألماني، وبالتالي القضاء عليها من المنافسة. هل هذا صحيح؟ من ضمن السياسة المالية لإدارة بايرن ميونخ أضعاف المنافس بالآخر. ضعف المنافس حفوز أنا دائما بالدوري، ما حيكون في منافسين حقيقيين. لكن أتوقع بايرن ما عم بيطلع مثل ما أنت حكيت بالمقدمة، ما عم بيطلع فيها للبطولات المنافسات الخارجية القارية بالآخر أو الخارجية، ما عم بيطلع عليها حتى لمصلحة المنتخب الألماني، لأنه هذا الحكي حيضر حتى المنتخب الألماني بالآخر. أنا لما يكون عندي لاعيبة كلهم من نادي واحد، ممكن صح في روح تفاهم عالية، لكن أنت عم تظلم بقية اللاعبين، زائد ما عم تخلي مدرب المنتخب الألماني يطلع على وجود لاعبين أصلا أقوياء بباقي الأندية. حيكون في فرق مستويات كثير عالية بين لاعب بنادي بايرن ولاعب بأي نادي تاني جوا الدوري الألماني. تخيل أحمد أنه 5 مرات متتالية يفوز فيها بايرن، وهلا السادسة على الطريق، من أصل في آخر 8 سنوات من أصل 8 بايرن فايز ب6. لم نعد نجد المتعة، ربما يورجن كلوب مع دورتموند في آخر قبل حقق. موسمين وشاهدنا بعض المنافسة، أما يعني بعد حقق بعد حقق بعد الدوري مرتين، لم نجد شيء. صح، حقق الدوري مرتين ورا بعض، وكان في شوية منافسة واستبشرنا خير حتى
بالدوري الألماني، أتوقع رجع الآن مرة ثانية دوري الفريق الواحد النادي الواحد حيضر طبعا بايرن جدا على المستوى القاري. نعم، لماذا لا نجد هذه القوة من بايرن ميونخ أمام الفرق الخارجية في دوري أبطال أوروبا؟ يعني شاهدناه في السنوات الماضية في آخر مواسم يخسر خسائر كبيرة أمام الفرق الإسبانية مثلا. صح، كلامك صحيح، هو بالذات قدام ريال مدريد الموسم الماضي، خسر الموسم الماضي واللي قبله، خسر 4-0، خسر خسارة كانت كبيرة. نعم. جدا، على أنه كان ريال مدريد في فترتها كان مستوى سيء بهذيك الفترة، ومع ذلك ريال مدريد فاز عليه فوز كبير. نفس الكلام أحمد، ما في منافسة بالآخر، مين عم بينافس بايرن بالدوري المحلي؟ هل ربما هذا ما تفاجأ فيه أيضا باريس سان جيرمان في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد، لم يكن هناك منافسة في الدوري الفرنسي؟ أكيد طبعا، بالآخر لا يقارن أي نادي بالدوري الفرنسي، مع كل احترام طبعا للدوري الفرنسي أو الألماني، لا يقارن أي نادي بالدوري الفرنسي بريال مدريد ولا برشلونة ولا حتى أتلتيكو مدريد، يعني مع اعتبار أن أتلتيكو مدريد مستوى نازل هذه السنة، لكن عم نحكي عن أندية وفرق كبيرة جدا، لاعبين كبار جدا، فيها تكتيك، ليغا نفسها أو الدوري الإنجليزي أو ليغا أو الدوري الإيطالي فيهم تكتيك حتى لبناء المنتخبات أو لبناء الفرق ولبناء بالآخر المنتخب، منتخب كل دولة أصلا. نعم، نتحول إلى موضوع آخر، فإلى صفات تراها الجماهير حالة خيانة أو غدر أو صفقات مستفزة للجماهير باعتبار أن اللاعبين انتقلوا بين ناديين يتجاوران داخل الإقليم أو غريمان منذ الأزل. تاليا إليكم أشهر حالات الخيانة على الإطلاق. منقذ جميعها حالات ناجحة ربما في كلا الفريقين، يعني عندما يلعب لهذا الفريق أم لهذا الفريق يكون اللاعب في مستوى كبير، لكن برأيك هل هذا الأمر هو احتراف من قبل اللاعب أم فعلا انتقام وخيانة؟ هلا معظم الحالات احتراف، وبالذات في 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 أوروبا الموضوع انتقل فعلا احتراف، عقود وشركات بتبيع وبتشتري بعقود اللاعبين، واللاعب وين ما حطيته لازم يلعب بأفضل طريقة كانت، بغض النظر عن جنسيته. مرات ممكن تلعب يعني مثل ما حيصير في بين برشلونة وتشيلسي، مثلا بيدرو، فابري، الفارو موراتا حيلعبوا ضد منتخب، ضد نادي من أندية بلدانهم أصلا وكانوا جزء منه، لكن أكيد حيلعبوا باحتراف. هلا ممكن ما يحتفلوا، يعني بالذات بيدرو وفابري ممكن ما يحتفل إذا جاب جول، أو ما يشارك فريقه الاحتفالات بشكل كبير إذا جاب جول على نادي من أندية هو كان مؤسس منه أو نادي من بلده، لكن الاحتراف بيلزموا انه يلعب بالاخر باحترافيه وبكامل بكامل طاقتهم. هلا ممكن الخيانه اذا بدي اعتبرها لويس فيجو، ممكن الان نيمار. نعم. يعني نيمار صفقه الان قادمه، انا بالنسبه لي اتمناها طبعا تصير. نعم. انا بتمناها تصير لانه بالاخر سيشعل الدوري الاسباني. عليك نور، حيرجع مره ثانيه بريق ريال وبرشا مره ثانيه، وبعدين انا بالنسبه لي كمحب للاسبان بشكل عام اتوقع حيقوي اصلا الدوري الاسباني اكثر، وجود لاعبين من طينة نيمار، ميسي، رونالدو، أوزيل، إذا حتى هناك حديث نعم عملية انتقاله إلى برشلونة، دي ماريا إذا رجع، ايه كمان إذا رجع من باريس سان جيرمان حيكون يعني حيكون ميزة أصلا للدوري الأسباني، وجود هدول اللاعبين بأي مكان حيكون ميزة لأي دوري هم موجودين فيه. نعم، هل الجمهور يتقبل هذه الفكرة؟ جمهور الفريق طبعا. هلا الجماهير حياخذوها عاطفيه يعني اكثر، ممكن حياخذوها خيانه. ميسي في ريال مدريد مثلا ما اتوقع، مثل انه مستحيل نشوف مثلا ايكر كازياس برشلونه او رونالدو ببرشلونه، اتوقع هدول النوعيه من اللاعبين مثل جيرارد اللي هو حيضل بنفس النادي، بيكي لريال مدريد صح مستحيل، او راموس لريال مدريد لبرشلونه او لبرشلونه حيكون مستحيل طبعا. نعم، نتوقف مع فاصل قصير ونواصل الحلقه، ارجو مشاهدينا ان تبقوا معنا.
هاشتاغ سبورت مستمر معكم، أهلا بكم من جديد. أرحب أيضا بمستمعي إذاعتنا على راديو الآن أف أم. نصف سكان الكوكب يشاهدون لعبة كرة القدم، هذه اللعبة التي تملك أكبر قاعدة جماهيرية حتى اليوم، لم تفشل يوما في إسعاد متابعيها الذين يتسمرون أمام الشاشة لمتابعة تحركات لاعبهم المفضلين. لكن ما يجهله البعض منكم أن هذه اللعبة لها تاريخ عريق وقديم، لهذا اخترنا لكم اليوم مجموعة من الحقائق والغرائب عن لعبة كرة القدم والتي يقدمها لنا الزميل مهند حزين. في العام 1962 بدأت البطاقات الحمراء والصفراء تظهر على أرض الملعب في أيدي الحكام. في الحقيقة هذه البطاقات يقال أنها جاءت من ألوان إشارات المرور على الطريق. في الماضي كانوا يصنعون الكرات من جلد البقر، مع العلم أن أقدم كرة عمرها 450 سنة وما زالت موجودة حتى الآن. رغم أهميته في احتساب الأهداف، الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يضع إلى الآن أي قانون يلزم بوضع الشباك للمرمى. لعبة كرة القدم نشأت في الصين عام 476 قبل الميلاد. الفريق الفائز كانوا يقدمون له الولائم والأطباق، فيما الفريق الخاسر كان يتعرض للجلد والضرب. في المباراة الواحدة يجري اللاعبون مسافة 9 كيلومترات و650 مترا على أرض الملعب. منتخب الهند مثلا انسحب عام 1950 من نهائيات كأس العالم، وذلك لأن الفيفا أصدر قانونا يمنع اللاعبين بالجري حفاة القدمين. ضمنت منتخبات مصر والسعودية وتونس والمغرب تأهلها إلى مونديال روسيا 2018، عودة كروية ميمونة بلا شك للعرب إلى الساحة العالمية. لكن ماذا عن كرة السلة؟ تصفيات كأس العالم التي أصبحت نسخة شبيهة عن كرة القدم انطلقت، أي أن كل المنتخبات ستخوض تصفيات على مدار عامين على أرضها وخارجها لتحديد المتأهلين. تملك المنتخبات العربية حظوظا عالية في خطف أكثر من بطاقة، إذ وللمرة الأولى ستقام بطولة العالم لكرة السلة عام 2019 بمشاركة 32 منتخبا بعد أن كانت 24. منقذ المنتخبات العربية الآسيوية تمتلك مقومات فنية كبيرة كما كانت قبل بضع أعوام، يعني هل تعود للواجهة؟ شاهدنا تقدم كبير لمنتخبات لبنان والأردن في السنوات الماضية على مستوى كرة السلة. أكيد طبعا أحمد، نحن عم نشاهد بهي النسخة حوالي 6 منتخبات عربية ممكن تتأهل لكأس العالم للسلة بالصين 2019. أنا عم نحكي عن المنتخب الأردني اللي فاز في كل مبارياته إلى الآن في التصفيات، المنتخب اللبناني اللي فاز بمباراة وخسر مباراة، السوري أيضا فاز بمباراة وخسر مباراة. بآسيا بأفريقيا نحن عم نحكي عن تونس، المغرب، مصر. تونس أتوقع هو يعني المنتخب مثل ما بيقولوا اللي عليه بطل أفريقيا، بطل أفريقيا وعليه التركيز. منتخب قوي جدا، فاز على نيجيريا، فاز على يعني على فرق مثل ما بيقولوا عنيدة جدا، وحتى مجموعته الآن هو فاز بكل مبارياته، 3 مباريات على الكاميرون، على أوغندا أتوقع، وعلى تشاد. نعم. فأتوقع أنه حيكون هالمرة حظوظ العرب سبحان الله بكأس العالم وبكأس العالم كرة القدم والسلة حيكون، نتمنى لهم طبعا التوفيق، نتمنى يروحوا بأبعد ما يكون بالبطولات. هل لديهم فرص لعبور الأدوار الأولى؟ بالسلة أتوقع تونس حيكون له هذه الفرصة، ممكن الأردن أو لبنان كمان يفاجئونا بعبور قوي، ممكن تونس يوصل لأدوار نهائية. نعم. أتوقع. لماذا لا تشهد كرة السلة هذا الإقبال والاهتمام الكبير بالنسبة للجمهور كما هي كرة القدم مثلا، خاصة في العالم العربي؟ في أمريكا هي رقم واحد طبعا. أكيد أحمد، للأسف طبعا كرة القدم هي اللي أخذت الحظوة الإعلامية، أخذت الميزانيات الكبيرة. للأسف بالدول العربية بشكل عام أو بدول آسيا حتى وإفريقيا، بس بالدول العربية عم نحكي، للأسف قلة الميزانيات، قلة الوعي، مو الوعي، الوعي التسويقي للعبة نفسها. يعني أنا مثلا الآن كوسيلة إعلامية مثل برنامجنا، نحن خصصنا مثلا معظم الوقت البرنامج لكرة القدم مقابل السلة. نعم. للأسف لأنه البطولات نفسها أقل، لأنه عدد الفرق أقل، لأنه أخبار الفرق حتى هي أقل، الميزانيات اللي عم تحطها الدول أو الاتحادات للعبة كرة السلة هي دائما أقل من كرة القدم، فبالنتيجة حنلاقي عدد مباريات أقل ومتابعات أقل، مع أنه هي لعبة رائعة جدا. نعم. يعني هي لعبة رائعة جدا. الصحفي الرياضي منقذ الدباغ، أشكرك جزيلا على وجودك معنا في حلقة اليوم من هاشتاغ سبورت. شكرا جزيلا.
في مجتمع ذكوري يصعب عليه استيعاب قدرة المرأة على النجاح في العديد من المجالات، استطاعت سلمى الماجدي أن تكسر حاجز احتكار الرجل السوداني للتدريب، وأقنعت المجتمع أنه ليس حكرا على الرجال. الماجدي سرعان ما بدأت مسيرتها التدريبية مع شباب نادي الهلال ورابطته لفرق الناشئين، ثم مساعدة لمدرب نادي الموردة الأم درماني قبل أن تحصل على رخصة التدريب الإفريقية. بعد ذلك طلب نادي النصر أحد أندية الدرجة الثالثة خدماتها، وكان يتذيل التدريب لكنها نجحت في قيادته لانتصارات متتالية، الأمر الذي أمن له الاستمرار في الدوري. إلى هنا نكون مشاهدين قد وصلنا لختام حلقة اليوم من هاشتاغ سبورت، موعدنا يتجدد في ذات الموعد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذه تحية معد البرنامج مهند حزين وفريق العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.